السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلا وسهلا بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع القطع النقدية المتداولة والتصرف فيها إذا دعونا نبدأ أحسب ذهنيا مجموع قيم قطع نقدية في نطاق الأعداد المدروسة مجموع قطعتان نقديتان من فئة عشرون مليما هو أربعون مليما استحضر سحب الأطفال من حصالاتهم المبالغ التي ادخروها لشراء بعض الأدوات المدرسية فوجدوا القطع النقدية التالية أولا أحسب المقدار المالي الذي ادخره كل طفل مستعينا بالجدول ادخر سامي قطعة نقدية من فئة 20 ملليمًا، وقطعتين من فئة 50 ملليمًا، إذن المبلغ الجملي لسامي هو 20 زائد 50 زائد 50 يساوي 120 ملليمًا. ادخر منير قطعة نقدية من فئة 10 مليمات وأربع قطع من فئة 20 ملليمًا، إذن المبلغ الجملي لمنير هو 10 زائد عشرون زائد عشرون زائد عشرون زائد عشرون يساوي تسعون مليمان ادخرت سلمى قطعة نقدية من فئة عشرة مليمات وقطعتان من فئة عشرون مليمان وقطعة من فئة خمسون مليمان إذا المبلغ الجملي لسلمى هو عشرة زائد عشرون زائد عشرون زائد ثانياً أمثل كل مبلغ بأقل عدد ممكن من القطع النقدية مبلغ سامي نمثله بقطعتين ذات عشرون ومئة مليم مبلغ منير نمثله بثلاثة قطع قطعة من فئة خمسون مليما وقطعتين ذات عشرون مليما مبلغ سلمى نمثله بقطعة من فئة مئة مليم أتدرب أولا أحسب المبالغ التالية 50 زائد 100 زائد 20 يساوي 170 50 مع 10 مع 100 مع 20 يساوي 180 20 مع 20 مع 100 يساوي 140 50 زائد 20 زائد 100 زائد 20 190 ثانياً أمثل المبالغ التالية بأقل عدد ممكن من القطع النقديه المبلغ 125 مليما نمثله بثلاثه قطع من فئه 100 مليما 20 مليما و5 ملم المبلغ 170 مليما نمثله بثلاثه قطع من فئه 100 مليما 50 مليما و20 مليما المبلغ 180 مليما نمثله باربع قطع نقديه من فئه 100 مليما 50 مليما 10 ملم مليما المبلغ 190 مليما نمثله باربع قطع نقديه من فئه 100 مليما 50 مليما وقطعتان ذات 20 مليما ثالثا مثل رامي المبلغ 185 مليما على النحو التالي هل أحسن رامي تمثيل المبلغ 185 مليما؟ أعلل إجابتي لا لم يحسن رامي تمثيل المبلغ لأن 50 زائد 50 زائد 20 زائد 20 زائد 10 زائد 5 يساوي 155 مليماً رابعاً أحيط ما قيمته 100 مليم بخط مغلق وأحسب المبلغ الزائد المبلغ الزائد هو 10 زائد 20 زائد 10 زائد 10, زائد 10 يساوي 50 مليم ثانياً أكتب قيمة المبلغ الجملي المبلغ الجملي 100 زائد 50 يساوي 150 مليما أوظف أولا توجه الأطفال إلى المكتبة اشترى سامي ورقة تصوير ودفع هذه القطع النقدية أولا أحسب ثمن ورقة التصوير خمسون زائد عشرون زائد عشرة زائد خمسة زائد عشرون زائد خمسة يساوي مئة وعشرة مليمان ثانياً أمثل ثمن ورقة التصوير بقطعتين نقديتين فقط قطعتين نقديتين ذات 100 مليم و10 مليمات وأراد منير شراء مسطره وخمسة ب165 مليما أولا أضع القطع النقدية التي تمثل ثمن شراء المسطرة في خط مغلق ثانياً احسب قيمه القطع النقديه الزائده قيمه القطع النقديه الزائده 20 زائد 20 زائد 10 زائد 10, زائد 10 يساوي 60 مليمًا اما سلمى ففكرت في شراء قلم ب 195 مليمًا أولاً أمثل ثمن القلم حسب المطلوب المطلوب أن نمثل في كل مرة المبلغ 195 مليمًا بعدد من القطع النقدية كما هو مبين على الشاشة، على أن نتحصل في كل مرة على مجموع يساوي ثمن القلم. الوضعية الأولى: 100، 50، 20، 10، 10، 5 الوضعية الثانية: 150، عشرون عشرون خمسة الوضعية الثالثة خمسون 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 عشرون عشرون خمسة ثانياً أرتب أثمان الأدوات المدرسية ترتيباً تنازلياً أثمان الأدوات المدرسية مئة وعشرة مليمات مئة وخمسة وستين مليماً مئة وخمسة وتسعون مليماً الترتيب التنازلي مئة وخمسة وتسعون أكبر من مئة وخمسة أكبر من مئة وعشرة أقيم لعب الأطفال في ركن التاجر بالقطع النقدية فكونوا المبالغ التالية أولاً أمثل المبلغ الذي كونه أحمد أحمد مئة مليمات خمسون مليما عشرون مليما خمسة مليمات ثانيا أمثل المبلغ الذي كونته فاطمة بأقل عدد من القطع النقدية فاطمة مئة مليمات خمسون مليما عشرون مليما عشرون مليما ثالثا أكمل تمثيل المبلغ الذي كونته مريم بثلاث قطع نقدية فقط لدينا قطعة نقدية واحدة من فئة خمسة مليمات إذن ينقصنا قطع نقدية قيمتها الجملية مئة وستون مليما لإكمال المبلغ الذي كونته مريم إذن سنمثله كالآتي قطعة من فئة مئة مليمات قطعة من فئة خمسون مليما وقطعة ثالثة ذات عشرة مليمات رابعاً أرتب المبالغ التي كونها الأطفال من الأصغر إلى الأكبر مئة وخمسة وستون أصغر من مئة وخمسة وسبعين أصغر من مئة وتسعين